لا لانها مش ايه يا جماعه، لا 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 بتهزروا ولا ايه؟ ده The Blind Date Show، ودول اتنين ما يعرفوش بعض. كل واحد فيهم مش شايف التاني، وبينهم الحيطة دي. البلايند ديت بتاعنا عبارة عن 3 راوندز، كل راوند بينزل لهم موضوع لازم يتكلموا فيه. المواضيع ليها علاقة بالجواز، لبس، فلوس، شغل، وحاجات تانية كتير. بعد كل راوند كل واحد بيدي التاني ريتنج على حسب هما شبه بعض قد ايه في الراوند دي، وفي الآخر قبل ما كل واحد يعرف كان قاعد في ديت مع مين هيقرروا لو هينزلوا ديت تاني ولا لا. هاي مساء الخير. ممكن تقولي انت مين؟ اقول لك مش لازم تقولي اسمك عشان هما ما يتضايقوش مننا، يعني مثلا ممكن تقولي مثلا ثلاث حاجات بتعبر عنك. انا بحب الفنون قوي، كل انواع الفنون. انترستنج. بحب الحيوانات قوي قوي قوي، و سربرايزنجلي سنة انتروفيرت، مش شخص بحب الدوشه والزحمه والناس كتير وما الى ذلك. باين عليك على فكره. باين عليا؟ لا بهزر بصراحه، مش باين عليك خالص. طيب وانت؟ طيب انا لو ثلاث حاجات فانا ممكن اقول فنون وحيوانات وتقريبا انا انتروفيرتد اكستروفيرت. على فكره اصل انا دايما الناس بتقول لي كده وانا بحس اللي هو تحويره قوي، يعني اكنكم مش عايزين تزعلوني. لا تمحيك قوي. لا والله بجد بهزر. ايوه طبعا بتهزر، لان لو حد فينا بيتمحك فهو انت، لان انت قلت اجاباتك زي اجاباتي فاكيد انت. يعني هو انا طول ان انا اتمحك؟ يا نهار ابيض. نايس نايس سمارت. لو قلت لك ايه اكتر حيوان بتحسي ان انت بتكونكتي معاه وبتحبيه؟ بصوا السؤال ده صعب، يعني لو جابوا لي معزه وقالوا لي ربيها هربيها، بس حاسه اكتر حاجه بكونكت معاها القطط. حاسه انت بتقلي من معزه او حاجه؟ قلت لا حتى يعني لو قالوا لي معزه. لانها لا لانها مش ايه يا جماعه، لا 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 بتهزروا ولا ايه؟ في اكشن مسلي مسلي لذيذ. طب انت اصلا بتلعب لعبه الديتس دي؟ ولا مره تقريبا نزلت ديت. ايه ده؟ يعني ديت من النوعيه اللي هو بلايند. أيوة. ديت او اللي هو ايوه انا برضه. يعني عاده بتبقى بجد؟ عاده بتبقى يعني بيبقى حد وبعدين الصداقه او الوات ايفر بتتطور لانه في سبارك، بس انه يلا ننزل ديت ده اوت اوف نو وير كده لا. اللي هو بتعرفي شخص بعدين يبدا بقى يحصل حاجه فتخليك تبداي تعملي حاجات وهو يعمل حاجات وكده، وبعدين بقى تشتروا لعبه حاجات. اشتري لعب. طب بديت سن كام عشان تشتري لعب؟ لا بس عامه انا شخص لعب جدا، مش عارفه ليه قلت كده. لعب دي هنتكلم فيها جامد بس بعد هاي. طيب هو احنا انا شايفه يعني ريد فلاجز من عندك من قبل ما امسك اللي عندي، في كلام كتير على ريد فلاجز اكيد، بس لسه برضو عندي فضول. معلش انا عندي شوربه طماطم، انت عندك ايه؟ هي تقريبا مشروم سوب. ثاني ريد فلاجز، هل لما شفتي ريد فلاجز قدامك في حاجه معينه فكرتي فيها؟ حاجات كتير قوي. عارف ايه الغريب قوي؟ ان زمان قبل مصطلح ريد فلاجز ده ما نكون عارفينه ما حدش كان بيركز مع موضوع ريد فلاجز ده خالص، يعني كنا بنحس انه دايما الريليشن شيبس فيها مشاكل، ما كناش بنركز ان في حاجه اسمها ريد فلاجز اول ما نشوفها المفروض نجري. انا عجباني النقطه دي قوي بجد والله. ولما تيجي تبص على الريليشن شيبس القديمه بتاعتك هتلاقي ان كل واحده فيهم كان فيها ريد فلاج باين قوي، بس احنا ما كناش بنبقى فاهمين ان ده ريد فلاج. طيب هي ايه اصلا الريد فلاجز بالنسبه لك؟ بخل. بخل؟ اه و... بس انت انت اللي مخرج واحده ديت انت. ثانيه واحده معايا. بخل في البنات دي يعني ما شفتهاش كتير بصراحه، البنات تعز الصرف. صح، عندي مشكله شويه مع الغيره. ايوه دي تريت سخيفه جدا. الغيره زيادتها وحشه وقلتها وحشه. ده حقيقي. انا شخص في العادي مش شخص غيور، بس ببتدي احس انه في ريد فلاج لو ابتديت اغير، لان ده مش طبيعي خالص. فاول ما انا بحس الحاجات دي بيبقى عندي وعي معين كده انه اوكي ستوب يا ابني. في سؤال مهم قوي دلوقتي عشان ده ريد فلاج شويه، هل انت بتقتنعي ان الراجل زي الست؟ فور ذا موست بارت في حاجات اختلافات طبيعية مش هتميز حد عن التاني، يعني في رجالة كتير ايموشنال، بس الأغلبية إن الستات ايموشنال أكتر، ده الأغلبية. هل في رجالة ايموشنال؟ في، هل في ستات مش ايموشنال؟ في، فهو في اختلافات بس مش بتميز حد عن التاني. كلام كويس أوي.
طيب في سؤال مهم قوي، هل انت بتحسي ان انت بتشوفي الريد فلاجز من الاول؟ تعتبري نفسك شوافه؟ بص يعني ريد فلاجز عن ريد فلاجز، في ريد فلاجز بتبقى باينه من الاول قوي، وفي ريد فلاجز بتبقى خبيثه كده فبتبان بعد شويه. يعني اعلي على سؤالك حبه واقول لك، هل انا بمشي لما بشوف الريد فلاجز ولا لا؟ لا لا سلام. ومش علشان بقى اللي هو I can fix him خالص خالص، انا ما عنديش طاقه fix me عشان افكس حد، لا بس ببقى حاسه كده اللي هو اكيد شام كده معايا، انا كده مع كل الناس الا انا اكيد انا سبيشال. طيب سؤال مهم، اسئلتك المهمه كتيره. طيب دلوقتي بما انكم بنتكلم على الغيره، دلوقتي انت قعدتي مع حد، تفضلي ان هو بيغير قوي ولا ما بيغيرش خالص؟ بص هما الاثنين وحشين، بس ما بيغيرش خالص احسن من بيغير قوي. بيغير قوي ده كارثه، عشان ما بيغيرش خالص دي مش بيديكي حاجه انت الى حد ما حباها ان هي تبقى موجوده. بس ما تقدريش تقولي انك محتاجاها يعني، بس اللي هو انت حباها. مشكله اللي بيغير قوي ان بيبقى جاي معاها تريتس تانية وحشه. أوكي. زي انه شكاك، زي انه عصبي، زي انه فاهم قصدي. فلا يعني ما لا. طيب ايه 3 ريد فلاجز لو لقيت اي واحده فيهم في بنت مهما كانت عاجباك خلاص؟ لو هي سطحيه قوي ولو هي شكاكه، ده بالنسبه لي ممكن يبقى اكبر ريد فلاج في العالم، اللي هو تبقى بتاسيوم الغلط دايما او بتاسيوم الوحش. الحاجه الثالثه ممكن تبقى قليله الذوق، اللي هو تبقى بتتكلم بشكل مين، تبقى مش عارف مع الناس كمان، عارف لو لما تخرج مع حد وتكلم الويتر بطريقه قليله الذوق مثلا، عارف الناس دي بحب او بتتكلم على حد، عارف الناس دي لو تقعد تحكي لك اسرار ناس تانية. يا لهوي بجد. هو كارثه من الاخر. انا بحب الشخص يبقى حاسس ان هو كده من جوه كويس. السؤال ده جامد قوي، عايزك تجاوب عليه بليز. اوكي. الشخص بتاع انا اعمل وانت ما تعمليش، اللي هو الذكوري الاصلي ده، ده الحاجات اللي هي الكومنتس اللي هي بتاعه ما هي ست، حد سايق وحش من غير ما ابص اكيد ست، الحاجات دي دي حاجه ما بحبهاش خالص. مش عشان اللي هو ابقى بقول كده وخلاص، بس فعلا والله مش بهزر يعني، فعلا ما بحبش كده بجد. ان حد يبقى بيتدخل في شغلي، ما بحبش حد يتدخل في شغلي خالص، يعني اللي هو لو بشكل كونستراكتيف او لا. ده ادفايس انه حد ينصحني في شغلي ده موضوع تاني، لكن حد يقولي مش هتعملي ده وهتعملي ده ومش هتشتغلي هنا وهتشتغلي هنا، ده بالنسبه لي مش مقبول خالص. كلام منطقي. ما بحبش حد يتحكم في شغلي ولا يتدخل في شغلي خالص. يفرق قوي معايا الشخص ده عامل زي مع اهله، يعني مهم قوي انه يكون مش قليل الذوق مع اهله، مش بيتطاول على اهله، وفي نفس الوقت عنده وجهه نظر قدام اهله، مش اللي هو يمين يمين شمال شمال، فاهم؟ طيب شيز ا تو بس بتعمل لك اكل وبتجيب لك اكل في الشغل، هتبقى فور مثلا يعني حاجه حلوه قوي، بس يعني هي لو هي تو ابريشيتد، بس هي مش هتغير بس حاجه، بس بتفضل تو. اوكي اجريد. اوكي لو هو تن، انا مش بقول ان انا كده راجل 10 على 10، راجل مقفل كل حاجه، بس تيجي تنام وكده بيقعد يشخر، يفضل تن. يفضل تن. ايوه طبعا شخر جامد، يلحن الراجل شايل في يومه. حرام، دي حاجه كمان حاجه مش متحكم فيها، تخليه ينزل ريتنج. لا طبعا حرام. الله. احنا ايه الاخبار؟ حاسه كويس يعني. كويس لطيف. كان ممكن يبقى اسوأ من كده، كان ممكن يبقى اسوأ من كده، بس هو كويس. حاسه ان انت متفائل شويه. عندك ايه؟ عندي لسه كنت اقول لك، اللي نزلني ده من اكتر حاجات اللي بحبها، شريمب كنافه. بحب الشريمب كنافه قوي. انت بتاكل ايه؟ انا باكل فرايد تشيكن عليها صوص داينامايت تقريبا، هي حلوه قوي بصراحه، انا اول مره ادوقها. سوشيال لايف. سوشيال لايف ايه بقى؟ بما اننا كنا بنتكلم على العيله والاخوات وكده، انت عندك اخوات؟ 3 بنات. انت الكبير ولا الصغير ولا في النص ولا ايه؟ في النص. بيحكوا لك كل حاجه وكده، وتعرف بقى حياتهم وبيعملوا ايه؟ لحد كبير. طب هل انت الاخ بتاع راح فين وجاي منين وبتكلمي مين ومش تخرجي لوحدك؟ انا الاخ بتاع ان انا بحاول ان انا اصاحبهم اكتر، فاهم قصدي وبتاع؟ يعني سمارت. مش الفورمه بتاعتي وكده وبتاع ممكن اقول حاجه تافهه قوي؟ يا ريت. انا بحب انا دايما انا كمان بحب التفاهم، ببقى امبرست قوي بالناس اللي بتعرف تعمل اصوات كويسه. والله يعني دايما مثلا حد يقول لك مثلا رحت ضربه بالقلم، لا ده مش صوت القلم، ايه اللي انت بتعمله؟ اوكي. فالسكتش اللي حصلت دي كانت امبرسيف بالنسبه لي. بحترم الساوند افكتس قوي. انت عندك اخوات؟ لا. هل بتعتبري نفسك متدلعه عشان بقى انت الطفله الوحيده وكده؟ بالعكس، لا انا مش متدلعه، بس في حاجات بقى ستايل اللي هو ايه،
يعني بشتغل من وانا عندي 10 سنين مثلا، لو عايزه اشتري حاجه بحوش عشان اشتريها، مفيش حاجه اللي اسمها ان اروح لاهلي اقول لهم اه نفسي في لعبه او وات ايفر فيجيبوها لي، ده مش موجود. هي دي حاجه مهمه قوي انك انت دايما مهما كان انت ويل اوف ازاي او كده، بس انك انت تبقي بتخلي ولادك يحسوا ان هم ابريشيتوا الحاجه لما تيجي وبقيمه اللي جاي. طب هسالك سؤال ثاني، لو انت مع واحده وعلاقتكم كويسه قوي ومبسوطين جدا وفاهمين بعض قوي وكل حاجه تحفه، وعرفتها بقى على اهلك وبعدين قالوا لك لا مش عاجبانا، هي حاجه هيلثي قوي انك تبقي بتتكلمي عن الشخص مع العيله في وقت بدري شويه. بس لو مش حابين بعض وقالوا لك لا، حتى لو متضايق هيبقى لا. بصي I'll fight for it باكتر شكل اعمله لو هي فعلا الشخص الحقيقي، يعني مش هسيب الموضوع غير لما احاول ان انا احله بشكل ما في الاخر. علاقتك عامله ازاي شويه مع الاكسز؟ هل do you believe ان ممكن يبقى حد مثلا كنتوا في علاقه وبعدين دلوقتي بقيتوا اصحاب، ولا بتحسوا ان ايه ده لا دي حاجه غريبه قوي وبتقفلي الباب من الاول؟ بتهيالي ان السؤال ده سبيسيفيك قوي لكل علاقه لوحدها، يعني في علاقات هي ما قفلتش قفله وحشه وانتوا كاشخاص عندكوا صحاب كومن وعندكوا حياه كومن وانتوا اشخاص اصلا شبه بعض، فممكن تفضلوا صحاب لو الموضوع ما كانش يعني دموي، بس ده مش سهل قوي ومش هيلثي. وفي علاقات من كتر ما قفلت قفله وحشه بتبقى محتاجها تنتهي خالص، حتى لو في كومن فريندز مش عايزه اعرفهم. اي اجري قوي مع اللي انت بتقوليه بصراحه. طب عندي سؤال تاني مبغاه قوي. انت بتفضل اكتر ان البارتنر بتاعك يبقى شخص كان عندها ريليشن شيبس قبل كده كتيره، ولا عندها ريليشن شيبس قبل كده قليله؟ لو ريليشن شيبس كتيره مش تبقى الطف حاجه بالنسبه لي. بالنسبه لي طب ما هي ريليشن شيبس دي كانت ايه؟ وليه ممكن تكون متضايق من حاجه في الماضي قبل ما تعرفك؟ ممكن انت تقابلي حد وبعدين يحكي لك على حاجه في الماضي تضايقك او حاجه تبسطك. واحده دخلت مثلا في 8 ريليشن شيبس، انا ممكن ما بقاش مبسوط مع الثمانيه دي تبقى. بس انت حاسس ان هو حاجه ضروريه ان الشخص اللي انت داخل معاه في ريليشن شيب يحكي لك على كل الحاجات اللي فاتت وان انت تحكم عليها تشوف انت مرتاح لها ولا لا؟ بصي بالنسبه لي انا بحكم على الشخص باللي انا بعرفه دلوقتي، فبالتالي ده بيعرفني شويه هو كان عامل ازاي قبل كده. ايه الاخبار؟ مش كويسه قوي صراحه، مش هكذب عليك انا صريحه. وانت نص نص بصراحه. عايزه تقولي لي ليه في الاخر اصلا التون الحنين ده؟ عايزه تقولي لي ليه؟ خلاص مش زعلانة. هو انا ضايقتك لا honestly اقولك بجد انا بالنسبه لي مش بيس ان حد يبقى مش اوكي مع فكره ان حد كان عنده ريليشن شيبس قبل كده، لانه مش غلطه شخص ان هو العلاقات اللي دخل فيها ما نجحتش، بالعكس دي تروما للشخص، فانها تتمسك على الشخص ان هو يبقى عنده فيوتشر كويسه علشان هو عدى في حاجات وحشه قبل كده مش فاهم. لو الوضع مختلف وهو ولد وعنده علاقات كتير قبل كده ما كانتش هتبقى حاجة متاخدة عليه، فده من الحاجات اللي بتضايقني. الله عليك، ده احلى طبق النهاردة. اتكلم انت بقى عشان هبقى باكل. لايف ستايل، خدي بالك. انت شخص رياضي وكده اللي هو بقى بتروح الجيم وبتتمرن وبتاكل هيلثي والحاجات دي؟ اكتر حاجة لعبتها رياضة وكنت بحبها قوي بصراحة كانت بوكس. يا سلام، انا بابايا كان بيلعب بوكس زمان، فوانا صغيرة كان بيحاول يعلمني العب بوكس، بس انا كنت انترستد اكتر في المارشال ارتس مع اني ما اتعلمتش ابدا، بس كنت اوبسست قوي ببروس لي وانا صغيره وما زلت صراحه. يا ولد، ومن اكتر الحاجات اللي نفسي قوي اتعلمها يعني. طب وجاكي شان؟ سربرايزنجلي راش اور 3 من اكتر الافلام اللي بحبها. راش اور 1 انا بحب 3 جدا. انا لسه ما شفتش 3 لغايه دلوقتي. لا شوفه، شفت 1 و 2 تحفه. طيب بما اننا اتكلمنا على المارشال ارتس وافلام المارشال ارتس وكده، ايه انواع الافلام اللي بتحبها؟ بحب الكوميدي قوي، بحب افلام الرعب جدا. اكتر حاجة عندي معاها مشكلة، كارثة، مش اتفرج على افلام رعب ابدا، ولو اتفرجت لازم اتفرج على حاجة سوبر مايلد اللي هو بقى فاهم فيلم قتلة في كي جي 2 واتفرج عليه الصبح ويبقى معايا حد. واتفرج على باشا تلميذ بالليل عشان ينسيكي بقى بقى اللي انت عديتي بيه. اي كريم عبد العزيز في اي وقت عايزة. طيب انت دلوقتي بتعملي ايه في حياتك؟ ممكن تقولي بتشتغلي ايه مثلا؟ بشتغل برضو في الارتس، اشتغلت في برودكشن واشتغلت ستايلنج واشتغلت غنى شوية واشتغلت تمثيل شوية، حاجات كتيرة اشتغلتهم كلهم. خلاص يو وين. الله تحفه. انا بحب الورد قوي. ايه اكتر ورده بتحبيها؟ اي لاف روزز. دلوقتي ابهرتيني بموضوع الحاجات اللي انت بتعمليها. انا بمثل وعملت برودكشن قبل كده وساعات بعمل دابنج وفوتو شوتس وفيديوز وكده، فبالنسبه لي دي حاجه حلوه قوي. طب ده سؤال مهم، بتحس ان هو حاجه مهمه ان البارتنر بتاعك يبقى في نفس الفيلد؟ هقول لك بقى على حاجه،
في ناس كده بتقول ايه لو ايه ده احنا شبه بعض هنزهق، لازم نبقى مختلفين جدا وكده عشان الحياه يبقى فيها تشينج. يا سلام، لو احنا مختلفين قوي مش هنبقى تمام قوي مع بعض. انا لو في سيميلاريتيز بشكل ما، كل ما بيبقى في حاجات اكتر ممكن تعملوها مع بعض، وكل ما تبقوا بتقدروا ان انتوا تريليتوا لبعض اكتر. ماشي، بس مش بتحس ان التشابه الكتير بيخلي الكابل ما عندهمش سبيس ان كل حد فيهم يبقى عنده حياته الخاصه او السيبريت، بدل ما نبقى كل حاجه مع بعض مع بعض مع بعض مع بعض؟ يعني لو انتوا بتشتغلوا في نفس الحاجه، اذا ان انتوا مع بعض في نفس المكان، دي حاجه مش هالتي خالص. بس لو انتوا بتشتغلوا في نفس الفيلد، احنا في سيميلاريتي، احنا فاهمين دماغ بعض الى حد ما، وفاهمين اللايف ستايل بتاعنا، علشان احنا I can relate. انت بقى you'd rather ان يبقى حد مختلف؟ دايما كنت بحس ان مهم قوي ان البارتنر بتاعي يبقى برضو في الارتس بشكل ما، يعني حتى لو جوانب مختلفه تماما من الفيلد، بس يبقى ملمس مع بعضه في اي حاجه. لانه في الاول وفي الاخر بالذات الشغل لما بيكون في الفنون او حاجه كده، بيبقى حاجه انت عندك شغف تجاهها، something you're passionate about. تنسى ان احنا بنتكلم في حته الفنون وكده، بتحبي الرقص والغنى؟ جدا. ايه اكتر نوع بتحبيه في الرقص مثلا؟ شرقي. جامد. ايوه، عشان هي حاجه كالتشرال جدا. انا عامه من الاشخاص اللي بتعتز جدا بالهيريتج او بالهويه، بحسها حاجه مهمه. طيب would you rather لو عندك كورنر في البيت بتاعك كده مثلا شكله قديم كده بشكل ما، في بروبس او في حاجه قديمه، ولا بتحبي اكتر مودرن والحاجات تبقى؟ لا، انا بريليت قوي للانانيميت اوبجكتس او للجماد في العموم. عارفه انها حاجه غريبه بس بكونكت ليها كده. ايه اللي حصل؟ دي انفيزبل ورده عشان ما ينفعش. طب خدها وادياني تاني. شكرا. بحس ان الحاجات دي عندها تاريخ عدت في حاجه، فاهم قصدي؟ والله فاهم جدا. فبفضل يعني مثلا يعني الحاجه دي بالذات فاهمها قوي يعني. يعني انا فاكره مره سفريه معينه كده، كنا انا واختي مسافرين مع بعض. انت واختك؟ دي قصه طويله يا جماعه. هي قالت ان هي وحيده من شويه. هقول لك. لا يا جماعه ده تضليل. لا هفهمك. اختي هي جارتي، بينا فرق سنه، فكنا طول الوقت عندي عندها، فكبرنا مع بعض. حلو. هو بقى كانت تخش عليا مثلا البيت معاها مفتاح، معاها تخش كده وتفتح الباب عليا في اوضتي، وانا مثلا بالليل الساعه 12 بالليل ماسكه في التليفون، تفتح الدولاب وتطلع حاجه وتقول لي انا هلبس ده بكره مثلا. طيب هسالك سؤال، هل انت من الاشخاص اللي بتحس انك تعلق او تتدخل في لبس بتاع البارتنر اللي معاك؟ يا بس ساعات الحيطه دي بتخليني ما اسمعش كويس. لا معلش، ممكن اعلي صوتي؟ انا صوتي عالي. دي هتعلي صوتك. لا عامه باظه. طيب انا هقول لك على حاجه وحاولي تفهميني صح. انا في نبره كده بتستعملها على طول. لا انا اللي مش بعرف ساعتها. في هوا زياده كده اللي هو حاولي تفهميني صح. ايه بقى اللي هيحصل دلوقتي؟ لا لو عايزاني اتكلم كده ده راديو خلاص. احنا رحنا هنا. انا بالنسبه لي هل عندي ان انا ممكن ان انا اتكلم على لبس او كده الستايل مثلا ايا كان، ان هو مش تمام مع الشخص ويبقى حاسس ان هو لا الحاجه دي هتتغير مع الوقت، او انا الورك اون ان انا والشخص ده نغيرها، انا مشوفش ان دي حاجه صحيه. يعني ممكن طريقه لبس معينه تخليك تستبعد شخص. هي مش دي اول حاجه ببص عليها في الحياه طبعا. لا يعني اكيد يعني مش دي اللي هو هتبقى بالنسبه لي اللي هو ايه ده هي البنت دي لابسه ازاي. ممكن ماي بارتنر تلبس حاجه تضايقني، فبحس ان دي حاجه مهمه ان الناس تبقى عارفاها من الاول. ايه الاخبار عن الصوت ده؟ عايز ريتنج لوحده. غير الدنيا يعني. يا ريت يكون كله ماشي عالي العال ولا ايه؟ لا الاخبار يعني متوسطه. متوسطه. مش كنا بنتكلم ان هو اوكورد قوي ان احنا بنتكلم ومش شايفين بعض؟ دلوقتي اوكورد اكتر. انا دلوقتي اوكورد اكتر، مش شايفه حاجه، فانا نيرفس ليفل 100. طب هل كنت متوتره واحنا بنتكلم؟ مش متوتره. مش بعض. لا مش متوتره، يعني كان غريب شويه في الاول ان انا بكلم حد مش شايفاه، وبعدين ادركت ان دي حاجه متعوده عليها. بس هي حاجه انترستنج انك انت مش شايفاني بس سامعاني. احنا عاده بنحكم على الناس لما بنشوفهم بالشكل اكتر من الصوت. بالظبط. فدلوقتي طب انت من صوتي حاسس ان انا شكلي ايه؟ حاسس ان شعرك غامق. اوكي بس كده، شكرا. لا يعني وفير سكنت كده. انا حاسه انك طويل شويه، وحاسه برود شولدرد، مش عارفه اسمها ايه، انه حريص المنكبين. صح كده؟ عريض المنكبين. عريض المنكبين. شلولح. تفتكري ممكن ننزل ديت تاني مع بعض؟ ايه؟ انت عارف انا كنت هقول لك ايه؟ انا انت هاي
هاي It's so nice to meet you عادل لأن أنا فاكرة اتقابلنا مرة من مليون سنة أيوة. كنت بتعمل مسرحية في AUC أيوة. And you were so good وجيت لك بعد البرفورمانس أنا ما بعملش كده أبدا بكسف أصلا عم كده وجيت لك بعد البرفورمانس قلت لك إن أنت شاطر قوي خطير هي فين الورد فين الورد فين الورد أنا إيه ده هو إيه الحلاوة دي ما شكرا يا خبر أبن مرسي لا يعني اتقابلنا قبل كده بس النهاردة أيوة. إيه ده إزاي بتحلاوي من ساعتها أنا بجد مبسوطة أنا دلوقتي بجد دول ولا عنين سمارت سو سمارت دايم انت لابسه اخضر انا لابسه اخضر انت كمان اخترتي يس ولا نو تبقى فاكره لو قلتي نو عايز اغير دلوقتي بس ممكن اقول لك ليه اقول لك حاجه بجد حقيقيه وهتنفعك بجد كنت حاسه ان انت يور كالكوليتنج ردودك مش قادر تكون يور سيلف 100% فبقلق شويه من الحاجات دي لان بحس ان ما بتحس ان هو بحاول بقى مثالي قوي بخاف يعني بحس انه قول اللي عندك حتى لو بشع هنمسك في بعض بس فهم. قول فاهم قصدي انت عارفه في حاجات كتير قوي انك ما بتفهمينيش يعني اي كان سنس ات انك حاجات معترض عليها موت ومش ده اللي انا قصدي وبحاول افهمك بس الحيطه اللي ما بيننا الحيطه اللي ما بيننا خلاص لا بس ايه ده والله it was very nice to meet you very 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 nice to meet you في البلايند ديت شو في البلايند ديت شو فعلا انت الفستان الاخضر ده ايه بقى صدفه عجيب اولا مش مصدقه ان احنا لابسين نفس اللون اوكي وده بجد بجد صدفه رهيبه ممكن اقول لك على حاجه ايه انا اشتريت البليزر ده النهارده انا اول مره البس فستان ده برضه النهارده هو انا بس ما بحبش البندق هتضايق قوي لو سويتشينا انت بتحب البندق انا بحب اي حاجه تديها لي يا لا لا فين فين الريتنجز تاني هنا والشفا ايه ده بس غريب قوي الموضوع ده انه الفايب اللي بيبقى موجود وانت مش عارف انت بتكلم مين غير لما بتقابل الشخص ووحيات ربنا انا والله بجد مش ببالغ انا في اخر حاجه خالص كنت بفكر ان ممكن يطلع انت فعلا ما اعرفش وحيات ربنا وحيات ربنا قلت لو طلع هو قلت لو طلع هو هفكره بقى بالمسرحيه ومش عارف ممكن اعلق على اني حاسه ان هي حاجه كيوت جدا جدا انها في فورم اوف تشيك فاهم قصدي بس سيبيني انا حاسب بليز تحفه طيب ريد فلاجز 8 و 6 انا مش فاكره احنا كنا في حاجات كتير قوي الريد فلاجز ده على فكره باي ذا واي انا بنسى هيستيريا بشعه بس فاكره ان سوشيال لايف بس انا ساعتها قلت لك صح قلت لك انا عندي ايشو سوشيال لايف فكره انه الباست ريليشن شيبس موضوع علشان موضوع ال بس انت خلاص انت شرحت لي فاهم لايف ستايل لايف ستايل احنا اتفقنا في حاجات كتير قوي والغنى بقى والرقص والغنى والرقص وكده بس ده كان اكتر وقت بقى اللي كنت فيه حاسه انه في هولد باك معينه بس مش عارفه هي جايه من فين حاسه انك مش على راحتك حاسه ان You're not being yourself فسنة كده حسيت Why not yourself? Why? ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وفولو بنش سيركل على انستجرام فيسبوك وتيك توك وسبسكرايب على يوتيوب ولو عايزين تيجوا The Blind Date Show اعملوا شير للفيديو ده وعملوا تاج لثلاثة اصحابكم في الكومنت كان نفسي قوي اكمل اكلي بس كان عقبال ما بنتكلم برجع الاقي الاكل برد فبحس خالص بس انت اكلت كتير اوريدي فكرة مش كتير خالص انا ممكن اكل اكتر من كده عادي في بتاع ثلاث اطباق لغايه دلوقتي وبعدين دلوقتي الديزرتس